اليوم موضوعنا حقيقة موضوع مهم كتير، يمكن بعض الناس يعني ما تحس حالة معنية فيه بشكل مباشر، ولكن أنا على يقين أنه كل من يتعاطى بالشأن الفني في سوريا، كل من يتعاطى بموضوع الدراما، الموسيقى، الإنتاج معني فيه. نحن على أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات نقابة الفنانين بعد انتهاء مدة المجلس الحالي يلي بيرأسه الممثل زهير رمضان. في مجموعة كبيرة من المرشحين، ومن هؤلاء المرشحين أسماء معروفة كيعني دراميين وأشخاص يعني نجوم الدراما، وأيضا في أسماء معروفة في الدوبلاج، في الإخراج وغير ذلك. هل نحن أمام تغيير حقيقي في مجلس النقابة؟ هل نحن أمام استحقاق فعلا سيعيد النقابة إلى ما كانت عليه قبل سنوات، حيث يعني كانوا أهم الأسماء في سوريا يتعاطون مع هذه النقابة، يتابعون أمورها، بيحضروا اجتماعاتها، بيكونوا موجودين بكل تفاصيلها، أم ستبقى حالة القطيع القائمة حاليا ما بين معظم، لن نقول كل، الفنانين ونقابتهم؟ شو أسباب هذه القطيعة؟ أيضا نحاول نستوضح التفاصيل. وماذا عن تمثيل نقابة الفنانين في هذه الحلقة يلي تجري اليوم؟ هذا الأمر أيضا حخبركم شو صار بخصوصه، ولكن بعد قليل. يبقى أنه نفتتح حلقتنا قبل ما رحب بضيوفي الكرام بتقرير. هذا تقرير يوجز جزء وملمح من ملامح الانتخابات النقابية التي ستجري. تقرير هاج عزام ونعود. تأسست نقابة الفنانين بناء على مرسوم تشريعي صدر عام 1967، حينها اجتمع الفنانون المؤسسون وكان عددهم 163 فنانا وفنانة، وانتخبوا أول مجلس في عام 1968 برئاسة الفنان دوريد لحام، وكانت أمانة السر للفنان علي عقل عرسان، وبلغ عدد أعضائها ما يزيد على 1600 فنان وفنانة، بالإضافة إلى عدد كبير من المتمرنين. وكان الهدف من تأسيسها تنظيم المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها ورفع سويتهم المادية والمعنوية والعمل على رفع مستوى الأداء الفني. تولت النقابة مهام متابعة مصالح الفنانين أمام الجهات الرسمية والخاصة والدفاع عن حقوقهم أمام أرباب الأعمال كباقي النقابات، بالإضافة إلى فض النزاعات المهنية بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم، والعمل على إنشاء نواد ومعاهد للثقافة وإصدار نشرات ومجلات فنية. أما الفنانون الأعضاء فيلتزمون تجاه نقابتهم بتسديد رسومها والاشتراكات السنوية والالتزامات المالية الأخرى. وتمتاز نقابة الفنانين بصناديقها: الصندوق العام، صندوق الضمان الصحي، وصندوق التقاعد. في كانون الثاني 2020 صدر قرار لمجلس النقابة تضمن تعديلات على شروط وآلية انتخاب المجالس التابعة للنقابة بما فيها النقيب، حيث حددت مدة الدورة الانتخابية الجديدة بخمس سنوات. أما المؤتمر العام للنقابة فهو أعلى سلطة فيها، وينتخب المؤتمر أعضاء مجلس النقابة، وبإمكانه سحب الثقة من النقيب أو المجلس أو أحد أعضائه. ويرأس المؤتمر العام النقيب ونائبه في حال غياب، فأمين السر فأكبر الأعضاء سنا. في هذا العام أبرز المرشحين لانتخابات نقابة الفنانين: سحر فوزي، تولاي هارون، فادي صبيح، بسام لطفي، جهاد الزغبي، محمد قنوع، إياس أبو غزالة، مالك محمد، رباب كنعان، أمية ملص، عارف الطويل، رائد مشرف، ومأمون الفرخ. في حين توالى على منصب النقيب في سوريا منذ تأسيس النقابة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم صباح فخري، أسعد فضة، صباح عبيد، أسعد عيد، فادية خطاب، وزهير رمضان. أرحب بكم من جديد، عم يتابعونا أيضا على الأونلاين على صفحة المختار وصفحة المدينة FM على الفيسبوك. وسأرحب بضيوفي الكرام في الاستوديو، وأبدأ من اليسار. بدي أرحب بالفنان الكبير جهاد الزغبي، أحد المرشحين في هذه الدورة. أهلا وسهلا فيك أستاذ جهاد. أهلا فيك. بدي أرحب بالمخرج الإذاعي ورئيس دائرة التمثيليات الإذاعية، قلت مظبوط، في إذاعة دمشق، في الإذاعة السورية، زميل باسل يوسف. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شرفتني. بدي أرحب بالصحفي الزميل الصنديد
المتخصص في هذه الأمور أيضا واللي عنده القصص كلها. وسام كنعان شرفتني، أهلا وسهلا فيك وسام. أهلا وسهلا فيك رفيق باسل، ومساء الخير لك ولكل المستمعين الراديو الكريم. أهلا وسهلا فيك. بدي رحب بالمخرج والصديق الفنان زهير قنوة، أهلا وسهلا فيك أستاذ زهير. وبدي رحب أيضا بالفنان ياس أبو غزالي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا ممثلا فيك. عن الممثلين وكل من يعمل أيضا في قطاع الدوبلاج إذا صح التعبير. أهلا وسهلا فيك، شرفتوني جميعا. شكرا على هذا المنبر اللي حقيقة هو قدر يثبت أنه عم يواكب هيك تفاصيل الحياة اليومية ومعاناة العالم اليومية. شكرا لحضرتك، شكرا لكم جميعا. بداية طبعا خلال تحضيرنا لهذه الحلقة كان من الضروري أن نتصل مع نقابة الفنانين السوريين لأسباب عدة. السبب الأبرز أنه كنا بصدد الحصول على معلومات حول آلية الانتخاب ومن توالى على رئاسة النقابة من تأسيسها لغاية تاريخه، وبعض المعلومات يلي لا يمكن أنه يعطيناها إلا شخص من داخل النقابة. اللي صار أنه فعلا كان عنا رقم إحدى السيدات في النقابة، يعني هي إدارية، تواصلنا معها فشل التواصل، قمنا بالاتصال بشخص آخر فشل التواصل، حاولنا التواصل معهم عن طريق رقم موجود لدينا لم نتمكن، لجأنا إلى صفحتهم الرسمية أونلاين، يعني موقع وليس صفحة، هي في موقع لنقابة الفنانين على الأونلاين. فوجدنا أنه آخر تحديث للموقع كان أيام ما كان رئيس الحكومة وائل الحلقي آخر شيء منشور، يعني كان صباح فخري النقيب وقتها. لا نحن يعني هو ما كان عندنا هدف من الدخول الموقع إلا لندور على رقم التليفون، يعني إلا منلاقي شيء اتصل بينا. يعني المهم فشلت كل المحاولات إلى أن قررنا أن نتصل بالنقيب شخصيا، وهنا يعني يكمن بيت القصيد. قامت زميلتنا في العلاقات العامة بالتواصل معه وأخبرته بموضوع الحلقة، فيعني كان جوابه أنه هو ليس أول شيء كان مشغول، قال أنا كثير مشغول. لما حاولت تشرح له أنه قديه عم نعاني لن تواصل مع حدا يمثل النقابة في هذه الحلقة، قال أنتم يعني بما معناه يعني بتطلعوا مين ما بتكون وبتحكوا مع مين ما بتكون وأنا ماني مهتم، وأغلق الخط بوجهها، يعني سكر الخط تماما بوجهها. فأنا بوجه لك تحية يا أستاذ زهير كممثل، نحترمك ومنحبك ومنقدرك، ولكن لا يعني ليس بهذا الشكل يكون التعاطي مع الإعلام، يعني هذا الإعلام يلي وهذا المنبر تحديدا اللي كنت حضرتك موجود فيه، ويعني تشرفنا بحضورك في إحدى الحلقات، ويعني أفردنا لك حوالي 90 دقيقة على الهواء، فكنا نستحق منك على الأقل أن تعتذر بطريقة تليق بنا. شكرا لك بكل الأحوال. أبدأ من عند حضرتك أستاذ جهاد، وحضرتك يعني أكبرنا سنا وقيمة، أهلا وسهلا فيك أستاذ جهاد. خطوة الترشح بناء على شو كانت؟ بناء على مجموعة قضايا، يعني اللي بده يترشح للنقابة بده يكون يفهم شو آلية عمل النقابة. نعم، يعني مشكلة إنه في كتير ناس بتفوت على النقابة ما تفهم آليتها وبالتالي بتعطلها تنهيها، يعني فبدو يفهم انه هاي النقابة مثل لما تأسست، وكنت عم بحكي لهم حتى حكاية عن تأسيس، انه لما عم بيسألوهم لزملائنا لآبائنا الرواد الأساسيين شو بدكم بالنقابة، حكوا له 1 2 3 4، فاتصل بمدير الشؤون القانونية بوزارة الثقافة وقال له تعال عندي عود مع الشباب اسمعهم وجهز لي نظام داخلي لنقابة فنانين. وقالوا له عفوا سيادة الوزير نحن جايين نسوي نقابة فنانين وليس مؤسسة إدارية. أم قال لهم بدكم نقابة إلكن ولا إلكن ولولادكن؟ طبعا يعني المقصود بأولادهم هي الأجيال القادمة، فقالوا له لا والله بدنا إياها إلنا ولأولادنا. إذن أنا لازم أفهم شو يعني دفاع عن مصالح زملائي، هذا أولا. أفهم شو هذا القانون اللي مبني على نقابة الفنانين، أفهم شو آليات عملها. أنا على الصعيد الشخصي كفنان يمكن وصلت للسقف اللي بوصل له من الشهرة أو من الكذا، وبالتالي صرت قادر أني فوت أخدم، هذا الهدف الأساسي. أنتقل عند حضرتك أيضا في نفس السؤال زميل المخرج باسل يوسف، كيف إجا قرار ترشحك للمنصب نقيب الفنانين؟ لا هو لا قبلنا المايك شوي، نحن مبدئيا يعني أكيد مو موضوع ترشح لمنصب نقيب الفنانين
هون كمان في شغله نحن ما بنعرف اليه بيكون في انتخاب لمجلس النقابه يعني هلا مثلا الاستاذ جهاد الزغبي مرشح بفرع دمشق بمجلس فرع دمشق المرحله الثانيه اذا مباشره هلا نطلق هي المؤتمر العام اللي من خلاله رح ننتخب المجلس المركزي اللي 11 شخص واللي من خلال المجلس المركزي رح يتم انتخاب النقيب. تمام يعني خلينا نبلش بنقطه النقطه الاولى هي المؤتمر هي اول شيء المؤتمر اول شيء بينتخب المجلس المركزي المجلس المركزي بينتخب النقيب يعني ال11 شخص بيطلعوا النقيب هن اللي بيطلعوا نقيب لا مو بس ال11 نحن عم نحكي على كافه الفروع بسوريا يعني وليس فقط فرع دمشق اوكي يعني كل فرع في عندك فرع دمشق ريف دمشق 8 فروع هي يمكن بك 14 فرع لا مو 14 لا معنا بس اسمح لي اذا سمحت مشان ما يصير في هذا التداخل نقابه الفنانين فيها فرع المنطقه الجنوبيه فرع دمشق فرع دمشق فرع حمص فرع حما فرع طرطوس اللاذقيه والمنطقه الشرقيه تمام هدول الفروع الاسبانيه بيعملوا انتخابات على مستوى الفرع بكل فرع في 5 اعضاء مجلس فرع اوكي بكل 35 فنان بحق له يتمثل بالمؤتمر العام بممثل واحد بعضو واحد أوكي. لذلك مثلا نحن بفرع دمشق على لا يتجاوز العشر مرشحين ممثلين لانه نحن بفرع دمشق حوالي 800 فنان تقريبا 5 اعضاء مجلس فرع وعشر أشخاص هني ممثلين للفرع بمؤتمر النقابة العام بمؤتمر النقابة العام بيتم انتخاب ال11 شخص المرحلة الثانية ال11 شخص هني المجلس المركزي المجلس المركزي بجلسة مثل ما بيعملوا بالفرع جلسة لانتخاب رئيس فرع وتوزيع المكاتب أيضا في جلسة للمجلس المركزي اللي هو 11 شخص لانتخاب النقيب وتوزيع المكاتب نعم. هاي الآلية اللي كآلية إدارية بضمن ما شاء الله عليه هذا من النظام الداخلي بند فقر بند فقر فقر هي بيسمعون لكم بالانتخابات بتعرف من وين يعني تعليقك محله لسبب بسيط نحن هلأ حاليا كمرشحين لما اللي بيجوا الفنانين وتناقش نحن وياهم في جهل عن آلية الانتخاب حقلك ليه؟ لأنه أنا سمعت من أكثر من حدا عم يقولولي بدنا ننزل ننتخب قلت لهم يمكن ما هي مو صندوق ولا يعني صح؟ بس قصده هو فقط الفنانين يعني هلأ التعاطف الشعبي مع الفنان بتفكر الناس بيجونا ناس بيقولون طب بيصيرنا نحن نروح ننتخبكم يعني الناس العاديين ايه بس أنا إذا فنان بدي انتخب مين لازم يعني بنتخب من ال11 طيب هلا اذا فنان انا فنان حاليا بدك تنتخب مرتين بدك تنتخب لمجلس اداره الفرع وبعدين اسماء خمسة لا مو بعدين هي تجي ورقه واحده مقسومه بالنص انت بتنتخب بدك تنتخب لاعضاء المؤتمر مجلس فرع بتختار 5 وبتختار 10 بنفس الورقه الانتخابيه بس هذا بيصير بكل فرع لحتى يطلع 86 شخص المؤتمر العام هن بده ينتخبوا من بعضهم المجلس المركزي يعني بقصد هي الفنان حسب فرع يعني انا فرع دمشق بنزل انتخابات فرع دمشق انا فرع اللاذقيه بنزل انتخابات ولكن منصب النقيب ما له علاقه لا بالفرع ولا بشيء صح يعني ممكن يكون من اي فرع بالمؤتمر العام بدي اروح لعند حضرتك زهير القنوع ما انك مرشح حضرتك لي لا ليه قرب لي على المايك او قربوا لعندك بعد الحقيقة اسمك. مو بيت قنوع في عنده المرشح في مش عم تضربوا على 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 بعض يعني المخرج او الفنان الممثل محمد قنوع طبعا هو مرشح في هي رح يكون معنا على الهواء بعد شوي تفضل ايه يعني ما في سبب بمعنى انه يمكن ما كتير بيستهويني هذا النوع رغم انه انا عندي يعني قدره على اني اعمل اي شيء له علاقه بالمبادرات والعمل العام يعني بس كفكره انه مجلس نقابه ونقيب ما كتير بيستهويني الموضوع بس اللي بيستهويني هو انه يصير تغيير حضرتك قبل عدة أيام أو أكثر من مرة وجهت نوع من النداء للزملاء صح. حضرتك يعني وللإعلاميين صح. وللصحافة أنه اليوم الدور عليكم ما هو الدور المطلوب بالضبط من الإعلام يعني كما كنت تناشد هلأ ببساطة واختصار النقابة حنفترض جدلا أنه هي أيام الأستاذ أسعد فضة والأستاذ صباح فخري ودريد لحام كانت نقابة عظيمة وما فيها أي مشكلة طيب بعد هذا الجيل ليش نحن وصلنا لهون وين لهون لهون للوضع المتردي اللي نحن فيه لهون انه اليوم خريجين معهد عالي للفنون المسرحيه ومجموعه كبيره جدا من الفنانين لا بيعرفوا كيف الانتخابات ولا مآمنين اصلا بفكره الانتخابات ولا بيصدقوا انه هذا رح يصير بالانتخاب وكلهم عم يشككوا بفكره الانتخاب وكلهم مانن مرتبطين بنقابتهم وهربانين منها وبعاد عنا ومعظم الفنانين السوريين مانن راضين على اداء النقابه هذا ليش وصلنا له بسبب هالإدارات اللي موجودة
أنا هذا رأيي الواضح. فبالتالي دعوة هدول الفنانين لحتى ينزلوا على الانتخابات بهدف وحيد، هدف أنا فرحت كتير لما فراس معلا استلم رئيس اتحاد رياضي. صحيح. نفس المبدأ، بدنا حدا يا أخي يجي نستبشر فيه. النقابة الموجودة حاليا مع احترامي للجميع غير مبشرة، ما قدرت تعمل شيء. الإنجازات اللي بتحكي فيها هي إنجازات حقيقة ما أنا جوهرية يعني. فبالتالي لقيت أنا من واجبي على الأقل أني أدعم زملائي الشباب اللي مرشحين حالهم وجميعا كل الوجوه الجديدة. بس ولكن أنا بصراحة ما عم استوعب أنه هلأ بدها تصير انتخابات نقابة قام يرجع بقى نفس النقيب ونفس المجلس ونفس العالم. بصراحة هذا شيء غير معقول يعني. وسام لو سمحت، وحضرتك مواكب للشأن الفني بدقة شديدة من زمان وليس الآن، من خلال أنا حاكتفي بمتابعاتك الدرامية والفنية، هل تقوم نقابة الفنانين بالدور اللي أنشئت، واللي كان الأستاذ جهاد قبل شوي عم يقول بكون نقابة لكم ولولادكم، بالدور اللي أنشئت لأجله واللي سمعنا بعض الأهداف بالتقرير، حماية شؤون الفنانين، رعاية مصالحهم، تقريب وجهات نظرهم إلى بعضهم، دفاع عنهم أمام أي شيء، تطوير الفن، هاي جزء من أهدافها اللي أنشئت لأجله؟ تفضل. أنا بعتقد كنت عم بحكي مع زهير قبل شوي يعني مع حفظ اللقب طبعا قبل الهوى، عم قل له أنه اضطريت باسل ارجع نتيجة اهتمامي بانتخابات نقابة الفنانين، وأنا لا ناقت لي ولا جمل لأنه بشكل مباشر، لكن أنا حريص على المهنة لأنه أصلا مهنتي مرتبطة بهذه المهنة. صحيح. اضطريت أن أعود لقراءة تاريخ تأسيس النقابات في العالم والمواثيق العالمية التي تحكم عمل النقابات والتعاون النقابي. الحقيقة للأسف الشديد أنه النقابة في وضعها الحالي يعني هي وصلت لذروة تشييد العداء الجذري مع الفكر وجوهر العمل النقابي للأسف الشديد. مع العلم أنه قد يقول قائل اليوم أنه أنت بلاد عم تأكلها الحرب، عم تأثر عمرها المعارك، عم تأكل روحها الظروف الاقتصادية المتردية، شو بدنا نستفيد من العمل النقابي؟ لا بالعكس، انت اليوم اصلا في الحروب يعني يزداد شغل واهمية دور النقابات على وجه التحديد، لانه اصلا يعني يوضع ابناء هذا البلد الذي يعيش تحت الحرب، تحت وقت الحرب، بنحطوا تحت ظروف قاسية جدا، وربما يتعرضون لمظلوميات، ربما يتعرضون لملمات كبرى، بدون حدا يدافع عنه. النقابة يجب أن تكون في وجه الظلم، يجب أن حتى أن تعاند القدر بلحظة من اللحظات، ولا أكفر هنا يعني، إنما أقول أنها يجب أن تتحدى كل الظروف لترفع المظلومية عن أبنائها. النقابة للأسف كان يعني جل ما تفعله هو فصل النجوم سوريا اللي هني أسماء على مستوى الشهرة، أكثر شهرة من نقابة الفنانين نفسها كمؤسسة يعني، مع الاحترام الشديد. بس لما أنت بتقول باسل خياط مفصول، لا، باسل خياط معروف وحاضر ومطلوب أكثر من مؤسسة كاملة، حتى ولو كانت نقابة. عم بحكي على مستوى النجومية والشهرة، أوكي، ما في وجه شبه للمقارنة. كل ما كانت يعني تريد أن تفعله أحلامها الكبرى هي قديش في بالصندوق. طيب أنت إذا في معك مليار ليرة بالصندوق، أنت اليوم إذا أنت باسل معرز معك مليارين، 100 مليار، بس ما عندك الجرأة وما عندك القدرة تشتري قطعة ثياب حلوة، طيب شو الفائدة من كل هاي المصاري اللي عم تكومها بال؟ وين عم تكومها؟ هلا أنا ما أنا موجود حدا الأسكت، بتمنى يكون حدا موجود من النقابة اللي فأنا ما عندهم الجرأة. أعتقد إنه ما عندهم الجرأة، لأنه صديقي إذا أنا بدي أسألك شو هاي المصاري شو بيعملوا؟ تعقيب صغير يعني، ما تكون الصناديق أو تعقيب صغير. في عندك مجموعة صناديق، في عندك مجموعة صناديق بالنقابة، في عندك التقاعد، في عندك تمام يعني. وسام عم يحكي عن الأموال اللي هو عم يحكي على موضوع تاني يعني، على موضوع انه اخي حمل تحرك شغل المصاري إيه. ما عم لاستثمارات النقابه، مع انه يعني هن عندهم مثلا المطعم اللي فوق اللي هذا كان اذا بدك هو ملتقى. انا بيحكي لي عبد الهادي الصباغ مثلا الاستاذ الكبير يعني ايه يعني، بس انا سبق وحكالي واكيد الاستاذ جهاد بيعرف معاصر هاي المرحله يعني، انه هن كان يوميا نجوم الدراما السوريه يوميا في هذا المطعم يلي على اعلى طابق في النقابه. هذا المطعم بالاضافه انت عندك كم كبير من الرسوم يتم جبايتها من اماكن السهر والمطاعم والملاهي.
طيب انت ما بيصير، انا ليش عم بحكي عن هذا الموضوع؟ لانه هذا الموضوع تباهى فيه السيد النقيب، يتباهى بقول لك انه انا من انجازاتي انه كان بصندوق النقابه مديون مدري قديش وهلا في هالقد. ما بيهمني، بيهمني اذا عائله المؤسس يعني فن السيناريو في سوريا نهاد قلعي ولا لا يا استاذ. طبعا عائلته بتنزل تتقاضى مبلغ 4000 ليره تقاعد. تعقيب بسيط، في مليارات بصندوق. تعقيب بسيط، تعقيب بسيط قبل ما اخذ فاصل. انا ابي الله يرحمه احمد قنوع واحد من مؤسسي نقابه الفنانين، نعم، وكان نائب نقيب وعضو مجلس نقابه، والدتي عمرها فوق السبعين سنه، الله يخلي لك يا ما عم. بيقبلوا الا هي بنفسها وهي عندها مشكله كبيره تطلع على الدرج مثلا، إلا هي تنزل، والتوكيلات اللي كنا نعملها لابن عمي أو لإلي أو لعمي لا يقبضوا عنا ما عادت مقبولة. هذا شو هذا الكلام؟ هذا غير لائق، غير لائق، ما بيصير، ما بيحق له لا هو ولا أي مجلس نقابة يعمل هيك. على سبيل المثال وين المبادرات تبع النقابة بالسنين الماضية كلها؟ شو عملوا أنشطة؟ شو عملوا أندية؟ شو عملوا ملتقى لرجال الأعمال لتشجيع الاستثمار؟ شو عملوا؟ ما عملوا شيء. سأتابع هذا الحوار المفتوح مع ضيوفي الكرام، ولكن اسمحوا لي أتوقف مع فاصل سريع. باسل محرز. نعود على الهواء مباشرة لنتابع حديثنا. أنا بدي استبقيك لثواني يا أنا طولت عليك، ولكن صار معي على الهواء مباشرة هو يمكن خارج سوريا الفنان والممثل محمد قنوع اللي هو أحد مظبوط؟ الفنان محمد قنوع يلي هو احد المرشحين ايضا. بدي رحب فيك استاذ محمد، اهلا وسهلا. مرحبا استاذ باسل، مرحبا لك ولكل اللي عم يسمعونا على هواء اذاعه المدينه الفن. اهلا وسهلا فيك. حضرتك من ابرز الامور يلي تم تداولها على لسانك او تصريحك انك ستقوم بفتح الباب امام كل فناني سوريا للعوده الى سوريا، ويعني واصلاح اذا اردت ان تسميه الخلل. ممكن استوضح من حضرتك ما هو مشروعك في النقابه؟ هلا هو فتح الباب مو بيدنا، فتح الباب هو من قائد الوطن، هو اللي فتح الباب بكل خطاباته من حوالي سنتين سيد الرئيس الدكتور بشار الاسد، وكان في توجيهات بدعوه ابناء الوطن الى حضن الوطن، وحتى أبناء الوطن اللي كانوا بقلب الوطن وكانوا ملعوب شوي بعقولهم وكانوا حاملين سلاح أنه بس كلموا سلاحكم ونعمل تسوية أوضاع وتتصلح كل الأمور وبيرجع كلمي لعائلته ولأسرته. نعم. فنحن على هذا المنهج ماشيين. النقابة، نقيب الفنانين ونقابة الفنانين هي جزء من الدولة السورية، ويجب أن تمتثل بالمثل الأعلى اللي هو السيد الرئيس دكتور بشار الأسد. نعم. فنحن على خطى ماشيين وعلى منهجه، على منهج قيادة الدولة فقط. طيب حضرتك أيضا تقوم حاليا بإدارة إحدى شركات الإنتاج كما أعلم، شركة ABC لصاحبة الدكتور عدنان حمزي، وبالتالي حضرتك تعلم تماما وتطلع على موضوع الأجور، موضوع العقود، موضوع مشاكل الفنانين مع شركات الإنتاج والعكس يعني. ويعني سمعت كثيرا أنا من يعني زملاء وفنانين أنه لا دور للنقابة أمام أي مشكلة تعترضنا مع شركة إنتاج، يعني شركة الإنتاج تقوم بفعل ما تشاء والفنان ما نقابته ما بتحميه. هل ممكن فضل سؤال ما بعرف شو السؤال هلا، كنت بدي اقول لك هل ممكن وجود حضرتك باداره شركه يخليك من خلال الامور اللي اختبرتها تغير هي المنهجيه القائمه حاليا؟ طبعا طبعا، نقابه الفنانين هي يعني تمثل سلطه عليا لكل من يعمل بالفن داخل اراضي الجمهوريه العربيه السوريه. يعني نحن كشركات انتاج صحيح نحن نتبع للجنه صناعه السينما والتلفزيون، بس بالنهايه نحن تعاملنا مع الفنانين، واي مشكله بتحصل بين اي فنان واي شركه انتاج، شركه الانتاج ما بتروح على لجنه صناعه السينما والتلفزيون، شركه الانتاج بترقد مباشره الى نقابه الفنانين. يعني فرضا ممثل ملتزم معي بعقد انا بالشركه عندنا مسلسل وخاوز ببنود هذا العقد، فانا بروح اشتكي عليه من نقابه الفنانين. فنقابه الفنانين طرف من الاطراف، فلازم يكون في تعاون كامل بين نقابه الفنانين ولجنه صناعه السينما والتلفزيون والفنانين باكملهم. نعم. برأيك الشخصي بعيدا عن كونك مرشح، من هو المرشح الأوفر حظا؟ ما في اسم معين براسي، يعني في شباب مناح، يعني في جيل شباب طالع جديد، أنا بعرف واثق تماما أنه الأغلبية عندهم هم، وهذول اللي مرشحين نفسهم إن ما لهم بحاجة لشغل،
يعني ما لهم بحاجه ل يتواجدوا بمنصب لحتى يجيهم شغل، من ممثلين مطلوبين على كافه الاطربه. فما بتصور انه عندهم هم ثاني الا انه هن فعلا طالعين لحتى يخدموا هذول الفنانين. في لك نحن على خلاف فيها، انه انا طالع لاستفيد ولا لفيد. انا اذا بدي اطلع لاستفيد واضح الاسماء اللي موجوده اللي اكثرهم شهره يعني ما لهم بحاجه شغل وموجودين باغلب المسلسلات، فهن مو طالعين ليشتغلوا. تمام. لصالحهم، طالعين ليشتغلوا للعالم، وانا هي وجهه نظر كثير مآمن فيها ومصدقها. نعم. نعم. ايضا قبل ما انتقل لانه وسام بده يسألك سؤال، بس انا حسألك سؤال، لو كنت انت غير مرشح وستنتخب، من كنت ستنتخب حقيقه؟ بفرع دمشق؟ ايه اكيد. كونه انا بفرع دمشق؟ ايه. راح احكي عن مرشحين فرع دمشق. ايه. انتخب الاستاذ عارف طويل، محفظ الاوقاف الاسماء اللي بيقولوا البقيه بنتخب تولاي هارون، الاستاذ علي القاسم. لا لا اسم واحد، اسم واحد. اسم واحد ليكون نقيب فنانين. مو نقيب فنانين، انا كفنان ما بيحق لي انتخب هلا نقيب فنانين. رجعنا لل ايه تسلسل بال ايه. طب لو كنت لو كان بحق لك تنتخب نقيب، مين بتنتخب؟ غيري انا؟ ايه. هلا عندنا الاسمين المرشحين بهي الفترة يعني واضحين كثير يلي عم بيطمحوا لهذا. مين بتنتخب؟ مين بتنتخب؟ جاوبنا مباشر يا محمد. يعني اثنين انا بشوفهم ظراف. واحد منهم مين هو؟ محمد قنوع. محمد قنوع وصل الزلمه مقتنع بحاله. حقه. تفضل وسام، له عنده سؤال. مصر انا مصر مشان ما اقول اسم ثاني وما بدي حدا يزعل مني على حدا. لا لا برافو عليك. اكيد تفضل. أب مروان يسعد مساك حبيبي. علينا اعطيني وعد اول شيء ما تسكر، انا اللي راح اسالك هلا. انا يعني انا بدي استغل الفرصه واسالك على انت ما سويت حبيبي صديقي. انت يعني تقريبا شبه الوحيد اللي اصدرت بيان وخطه عمل. هاي الخطوه كثير مهمه بغض النظر ان اتفقت معك او ان اختلفت، انا عم بحكي على الفكره. ما في مشكله تماما. وانا اعرف تماما انك توجهت لبعض زملائك يعني باختصاصات مهنية مختلفة وناقشت معهم هذه الخطة يعني في أكثر من مكان حتى تكون الصورة مكتملة. مين معكم بالاستديو غير معنا؟ الأساتذة مع حفظ الألقاب للجميع: جهاد الزغبي، باسل يوسف، زهير قنوع، ياس أبو غزالة، ووسام كنعان. والله وسرعت نعم من كل الأساتذة. أهلا وسهلا. في شخص موجود بالاستديو معكم تعاونت كثير أنا وياه وتناقشنا كثير ومطولا. تمام. هو ابن عمي الاستاذ زهير قنوع. معروف معروف انتم بتصقوا من وراء الكواليس يعني معروفين بيت قنوع. لا عم بقول فعلا انا. المهم صديقي انا اللي بدي اقول لك انه هذه يعني هذه الخطوه انا وجهه نظري هي خطوه مهمه ويجب ان يتم التعاطي معها بمرونه عاليه، لكن هناك بعض الاصوات التي تختلف وبطريقه يعني اشتباكيه فيها يعني نوع من هيك اللغه العنفيه اذا بدك ان صح التعبير مع خطوتك وتتهمك بشكل او باخر بانك غير مخول وغير مرشح لان تكون في هذا المكان. انا اريد حقيقه دون الدخول بذكر الاسماء حتى لا ندخل بالشخصي كونها تهاجم كل من يصدر البيانات والخطط للانتخابات وللنقابه وانت الوحيد اللي اصدرت، فبالتالي هي تهاجمك لك بشكل شخصي ولكن دون ذكر اسمك. انا اريد تعقيب على هذه الاصوات واريد يعني اذا بدك تعقيب ايضا على فكره الخطه الانتخابيه اذا كانت فعلا هي ممكن ان تكون في حيز التطبيق وام هي ستبقى مجرد تنظير يعني وكلام على ورق. هلا انا كنت بتمنى انه هذا السؤال ينسال يا صديقي للي كتب هاي الكومنتات، لانه اللي كتب هاي الكومنتات وحكى انه انا شاغل كم كبير من الاعمال الرديئه، انا كنت بطل باكثر من مسلسل له. اللي هو مين؟ اللي كتب البوستات. مين كتب؟ والله حدا قال لي انا، بس على الاقل انا من باب العلم بالشيء يعني حزه حدا بيتبرع. اللي كتب البوستات هو النجم ايمن زيدان. اوكي 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 اوكي. نعم تفضل استاذ محمد. فالسؤال بيتوجه له نفسه لانه انا كنت بطل بمسلسلين تقريبا. ايه بس هو كان يقصد محمد قنوع ولا يقصد جمله مرشحين يعني؟ ما بغير هو عم يهاجم اللي طلع بيان. انا احد المرشحين وهو في خلاف يعني بوجهات نظر حول عمل اشتغلناه شراكه. اوكي. ما يعني كان في خلاف وجهات نظر بعد ما خلص العمل وبسوية العمل ونوعية العمل، فصار في شيء من الحساسية بالتعامل.
بس هي وجهة نظره يعني، وأنا بحترمه وأنا ما رديت عليه أبدا لا من قريب ولا من بعيد. بخصوص تطبيق بيانك لو سمحت، أنا مصر على كل كلمة، وأنا قلت يمكن بلقاء على أحد الإذاعات إنه أنا ما عندي مشكلة، حتى ولو أنا ما كنت، أنا احتمال نحن انتخاباتنا يوم الأحد الأولية، بجوز أنا ما أنجح، رب العالمين ما كتب لي النجاح فأنا ما راح أنجح، بس بتمنى أي حدا بده يوصل يستفيد من هاي الآراء، هي مجرد آراء يعني، هاي صرنا أيام وليالي سواء أنا وزهير أو أنا والدكتور عدنان حمزة، أكثر من مرة قعدنا ونراجع البنود ونفكر إنه هاي منيحة وهي مو منيحة وهي فينا نساويها وهي ما فينا. يعني هو البيان كان يعني إذا هو بينكتب على بينطلع على ورقة بيطلع صفحتين، هو البيان حوالي 6 صفحات. نعم هو 12 بند بالمبدأ. نعم يعني كانوا بحدود 20 بند علينا، والبند منهم كان نفسه البند كنا نشطب منه نشطب نشطب لحتى يكون مقتضب و... نعم تمام. أنا بدي أتشكرك، أنا آسف كتير، بتمنى كنت تكون معنا بالستوديو لكن بدي أكتفي بهذا القدر بسبب ضيق الوقت. شكرا لحضرتك، شكرا لمداخلتك، شكرا لجهودكم والاهتمام بهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك، بهالفترة صار كتير حساس. أهلا وسهلا فيك الفنان محمد قنوع، شكرا لحضرتك. رح أروح لعندك الفنان إياس أبو غزالي. حضرتك معني بشكل مباشر أيضا بموضوع العاملين في الدوبلاج، وكان لكم تحركات، وحقيقة تحركاتكم في مكان ما أثمرت عن يعني إنجازات لكم. كان عندكم اعتراض على فرض النقابة ضريبة على العاملين بقطاع الدوبلاج، صحيح؟ بمرحلة من المراحل وقت بلشنا، هو اللي صار انه نحن من 2011 لل 2016 نحن لا كان في نقابة، نحن كل الجهات نسيتنا. يعني صار الفنان وصل لمرحلة على الصعيد الأجور وعلى الصعيد المعنوي حتى منسي، ما في أي جهة بترعى. من هون نحن أنا ومجموعة من الزملاء طلعنا بفكرة أنه نحن لازم خلص نحن لحالنا نتصرف، نحن لحالنا نجتمع نعمل تجمع لحالنا، صوتنا فن، عملنا تجمع صوتنا فن. نحن رحنا اجتمعنا مع الشركات بمحبة، خلقنا مع هاي الشركات حالة التشاركية معهم، حالة التشاركية أنه نحن أنتم مو أعدائنا، أنتم ما يكون أعدائنا بس أنتم بتكون تحسوا فينا، لأنه نحن هيك ما عاد قادرين نكمل، ما عاد قادرين نغطي أجور نجي نشتغل، وصلنا لهي المرحلة. فهموها الشركات، تلقفوها وفهموها وفهموا هاي المعادلة أنه صح كشركات هنا ما فينهم بلانا ونحن ما فينا بلاهم، نحن شركاء حقيقة. حقنا هي الحالة حالة التشاركية بالدوبلاج مع الشركات، وهي أنا برأيي لازم تتعمم على المطاعم، على أماكن السهر، حتى شركات الدراما. اليوم الحالة دائما عم تكون إذا بيروحوا موسيقيين نسمع هيك، نحن بيكون عندهم خلاف مع أصحاب المطعم، سبب النقابة وآلية العمل والورقيات والضغوطات اللي بتمارسها النقابة عليهم وفرض الخلبي اللي هذا لازم بقى يلتغى، لأنه نحن ما بنسمع اليوم من النقابة إلا فلان عنده 8 فرص عمل خلبي هو قاعد بمكتبه وهو قاعد ببيته، هذا بشكل عبء على شو يعني؟ وضح للناس شو يعني عمل خلبي. عمل خلبي يعني أنه أنا موسيقي سواء مطرب سواء عازف سواء بيشتغل بهذا المجال، باخد أجري من المطعم الفلاني أنا وقاعد ببيتي. بس أنا بقول لك شو السبب، يعني أنا أحدهم يعني قال لي بدها تفرض عليك النقابة يكون في حدا من عنده هذا بالقانون، تفرض بس يشتغل بس حقلك بيقول لك يا أخي بيبعتوا لك الموسيقي أو كذا، ما يعني ما له علاقة بالجو ولا له علاقة بالهي. طيب الحل، فأنا مضطر طيب مضطر أني أعطيه طيب أجره بس يضل ببيته. طيب أنت برأيك هذا حل؟ هذا حل أنه أنا ضل على حالة عداء وصراع؟ يعني إيه، بس هون النقابة على الأقل عم تحاول توصل هالأجر للشخص. طيب اللي ما أوكي عم أنا معك أنا معك، هذا الحكي بيتحقق بفرصة خلابية، بس اليوم 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 عم نسمع، اليوم نحن مشكلتنا منخاف ما بنحكي، اليوم عم نسمع انه احد اعضاء المجلس المركزي يمتلك 8 فرص عمل خلبي. نحن مشكلتنا ما بنحكي، بنحكي دائما من ورا من تحت لتحت. طب ليش ما بتحكوا يا عالم؟ ليش ما بتقولوا انه هذا غلط؟ ليه؟ شو المعنى؟ من شو؟ انا بقول لك من شو. تفضل استاذ ايمن زيدان باسمه الكبير، استاذنا جميعا، وهو عرابه احد يا يعني هو صاحب اليد البيضاء الكبرى على الدراما السوريه، هي وجهه نظري. لما عمل نهضه حقيقيه بصناعه الانتاج الدرامي بشركه الشام وقت كان هو مدير، وقام وخرج دفعه اولى ومثقف كبير، ويعني ما بحاجه لشهاده حدا مثلي او حتى لاي شهاده اي فنان. ولكن لما الاستاذ ايمن زيدان بيقول عن مرشحين نقابه دون تحديد مو بعض المرشحين،
لما بيقول عن المرشحين الحاليين أنهم صغار وغير لائقين، هذا كلام يعني يعذرني الأستاذ أيمن زيدان أستاذي وصديقي وأنا اشتغلت معه كان لي الشرف، ولكن هذا غير لائق بالمرشحين، لأن المرشحين أغلبهم عندهم تاريخ وعندهم تجربة، وتجربة هامة وهامة جدا. وهذا الوطن مثل ما هو وطن حنمينة هو وطن فادي صبيح ووطن جهاد الزغبي ووطن محمد قانون بالضرورة. ما فينا عفوا إذا سمحت لي ما فينا نكون كلياتنا دولاد لحام، ما فينا نكون كلياتنا حنمينة وأسعد فضة. بعدين الأستاذ أيمن لو سمحت لي أنا عم علق هاي القصة لأنه هي في غاية الأهمية، خليك تكمل بنفس النقطة بس بما أنه ما أنه موجود الأستاذ أيمن فأنا حاول أحكي بلسانه. تمام. نحن اليوم منضل منقول زمن أم كلثوم وأسمهان وفريق، فقد تكون مقاربة الأستاذ أيمن من هذه الزاوية يعني أكيد من هاي الزاوية أستاذ يعني باسي. ولكن هو لا يقصد أنه يصغر بأحد، ولكن سؤال يا أستاذ شو يعني ما يصغر؟ لما بيقول صغار هو عم يصغر، كيف يعني ما عم يصغر؟ هاي أولا. ثانيا أكيد هو أكيد 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 دوافعه نبيلة، وأكيد هو بده أنه النقابة تصير أحسن ويجي أحسن أسماء على النقابة. طب ليش ما ينزل هو يرشح حاله؟ كلياتنا كنا انتخبنا النقابة، هلأ ليش ما فيها أسماء كبيرة؟ مع تحفظي على كلمة كبيرة، وينهم الكبار؟ شو كانوا عم يعملوا بال15 سنة الماضية؟ حأرجع لعندك، بدي روح لعند حضرتك أستاذ جهاد مجددا. بدي استأذنك أسأل عن عمرك. أنا 62 سنة إن شاء الله العمر كله إسلام. شيخ الشباب الله يخليك. أنا أسألك في مدى على مدى هذه السنوات الطويلة التي قضيتها بالفن حضرتك وبتصور ما في حدا بسوريا على الأقل اللي ما بيعرف جهاد زغبي وأدواره لا يمكن ما يعرفه بصوته يعني. طبعا. ما الذي قدمته لك نقابة الفنانين؟ هلأ بغض النظر عن وجهات النظر بالقيادة الحالية للنقابة أو مثل ما تفضل أستاذ زهير من 15 سنة، النقابة ببنيتها مهمة جدا لكل الفنانين. تمام. يعني ما حدا حاطط على رأسه خيمة ما يمرض ويفوت مستشفى، إذا في عندك هناك صندوق الطبابة ممكن واحد بأي بساطة يصير عنده مشكلة يطلع تقاعد. تمام. أنا لهيك سألتك عنك أنت تحديدا، ما الذي قدمته لك النقابة بشكل شخصي؟ ما الذي قدمته لك؟ ما أنا بعمري ما طلبت شيء من النقابة ولا شيء. ما قدمت لك لا شي. طبعا ما طلبت شيء من مبادرات معدومة. رح أرجع لعند حضرتك ياس، كنت عم تحكي عن موضوع الفرص الخلابية لا هي قصة أنا يعني قصة مرقت، وكنا عم نحكي عن موضوع فرض الرسوم على العاملين في دبلجة المسلسلات علما أنه في نحن مالنا ضد الضرائب. لحظة بس هي الضرائب مفروضة على الكل. أنا وشخص مالي ضد الضريبة، أنت عم تحكي على شغلة كانت بال2016 كان وضع العالم كتير سيء، كانت الأجور كتير سيئة. أنا كنت طلبت من الأستاذ زهير موضوع الضرائب مو وقته هلأ، أنه أدران النقابة يا أخي تشتري بيت وتأجره بتجيب مصاري، بس هلأ الفنانين وضعهم صعب سيء، يلي مستأجر واللي راح بيته واللي يعني مرقنا بظروف صعبة، فتؤجل موضوع الضريبة بلاقي له مصدر دخل تاني للنقابة غير العالم اللي ما أدران تعيش ولادة صفر من هذا المنطلق. طيب كان عندك اعتراض ايضا على موضوع الاعلان عن الاسماء المرشحين. لا هي مو اعتراض على اسماء المرشحين، انا كتبتها هي على صفحة النقابة. هي صارت حادثة حقيقة من يومين ثلاثة، كنا قاعدين بإذاعة دمشق فزميلتنا روبين عيسى بتقول انا بدي انتخب فادي، قلت لها انت بأنه فرع؟ قالت لي انا فرع دمشق. اليوم نحن ما بنفهم، ما فهمنا ليش حالة منع المجلس المركزي انه تنزل على صفحة نقابة الفنانين اسماء المرشحين. لك يا اخي نحن وين المشكلة؟ شو السبب؟ ممنوع حصرا الا بلوحة الاعلانات اللي تابعة للنقابة. حضرتك باسل ممكن جاوبنا على هذا السؤال، شو السبب؟ يعني ليه؟ لا بس انا شفته هذا من منهاج اكثر واحد والله اول شيء. هلا انا ما بدي، اذا بدك تسمح لي بس بدي احكي خارج سؤالك اذا بتسمح لي. ايه بس لا ممكن، هل عندك معلومه عن سبب عدم ليش بس ايقاع الاعلان؟ ايه يعني ليش هلا هو اول شيء بعتقد يعني هو في سبب بيقول انه بس بنشر بلوحه الاعلان. يعني هو ما في اي شيء بنظام، لكن هو مثلا لما اللي بنقول انه تعلن مثلا ضمن لوحه الاعلانات نشره الاعلانات مثل كل الاعلانات اللي بتصير بالمؤسسات الحكوميه مثلا او بالصحف الرسميه لو افترضنا، بس هو هي نحن مثلا انا اذا عندي صفحه مثلا بمؤسسه
مؤسستي وفي شيء بخصني هذا من المفروض أنا أشيل من هون حط هون، لأنه نحن بعصر صارت السوشيال ميديا بمتناول الكل، وقبل ما 50 تليفون لمئة شخص أو هيك مباشرة نزل خلال ثانية بتوصل للكل، أو جروب على الواتس مثلا بتوصل لـ 200-300 واحد. أصلي أنه نحن نتعاون مع وسائل التواصل الاجتماعي والميديا بطريقة جديدة وعصرية لتوصل للكل. تمام، وهي نقطة مهمة. وهي نقطة مهمة يعني، وهي أنا برأيي، بس بدي أرجع لبداية الحديث. فضل. نحن اليوم أو بأغلب اللقاءات اللي عم تصير بالنسبة لانتخابات نقابة الفنانين عم نحكي كتير أشياء تفاصيل يمكن بتهم الفنانين بس ما بتهم الرأي العام مثلا أو الناس أو ما بيعرفوا فيها أو ما بتوصل لألهم لكل الناس. القصد أنه نحن كل هاي المشاكل كان من المفترض أنه نحن نحكيها ضمن نقابتنا. يعني أنا هلأ وليش أنا عن حالي بالضبط هذا اللي لك، هلأ أنا عن حالي مثلا هلأ لما بدي احكي بفرصه خلابيه او كذا، الناس ما حتعرف شو هي القصه، شو قصه الفرصه الخلابيه او كذا. اذا انا كثير بشكر الحراك بين الفنانين اللي صار بالفتره الاخيره، لانه هذا واضح انه هن كان واقع عليهم ظلم ما، نعم، بدون شخصنة الامور كان واقع عليهم ظلم ما. لما اللي وصلوا لهذا الظلم هن تحركوا ليعملوا شيء اسمه تغيير. هذا التغيير مطلوب من بكل المؤسسات، بكل خلينا نقول النقابات والى ما ذلك. نحن كتبنا بوستات، عذرا، كتبنا بوستات بنفس الشغف على اتحاد الرياضي العام. بالضبط. لذلك استاذ نحن هلا نحن عم نقول، انا بدي اختصر لانه نحن كنا متواعدين بيننا وبينكم على 4 و4:30، في فنانين عم ينتظرونا، احترام فنانيننا انا واياس بدنا نضطر نمشي. اللي بدي أقوله هي هلأ دعوة لكل الفنانين بكل المحافظات بكل الفروع لحضور يوم الانتخابات، وبكل صراحة وبمصداقية وبكل شفافية تفضلوا على الأقل على الأقل أسماء المرشحين رح تعلق بأوراق ضمن المؤتمر. تفضل أيها الفنان، طلع بهي القائمة مين بتحب، مين أنت بتحسه أنه هو مناسب، مين قدم تجربة وانت حسيت ان تجربه ناجحه مثلا، حط اسمه بهالورقه واحمل حالك وامشي. ونحن بانتخاب نقابات الفنانين انت بتقدر تحط اسم واحد، يعني ما مطلوب منك تحط هون 10 اسماء او هون 5 اسماء، انت هواك شخص واحد مقتنع فيه لتوصل هذا الشخص وهو ممثل عنك، تفضل حط اسم الفنان اللي بترتقيه هو يخدمك، قدم تجربه بتحسه انه هو من الكبار. اذا الاستاذ ايمن زيدان بده يدور على الكبار بتحسه هذا من الكبار، تفضل. وانا هون بين قوسين انا مع الاستاذ زهير، كلمه الكبار بخدمتهم في بجسم النقابه ناس خدمه الفنانين وهن كبار مو معروفين بس هن كبار، كبار بافعالهم، كبار بخدمتهم للناس. لو سمحت باسل بدي ثلاث اشياء ستكون حريص على تطبيقها فيما لو أصبحت نقيبا للفنانين. أول شيء برد بقولك استاذ، هي مراحل موضوع النقيب وما عم نطرح هلا قصة النقيب. لا أنا عم بطرحها. النقيب. أنا عم بطرحها. أنا أقول فيما لو كنت نقيبا ثلاث أشياء ممكن تغير. أنا ابن المؤسسات، نقابة الفنانين مؤسسة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مؤسسة، أنا ابن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ونقابة الفنانين. في نظام داخلي وفي مرسوم بيحكم عمل النقابة. أنا بتمنى من أي مجلس، من أي مجلس ما بدنا يجيب من عنده شيء. وأنا مع احترامي لكل البيانات هي مجتزأة وهي بعض الأفكار، لكن افتح النظام الداخلي بتلاقي أنه أنت منهاج عملك لمدة 5 سنين طبق شيء مكتوب بالنظام الداخلي. مجرد ما أنت تطلع فقرة واحدة ممكن يطلع معك 10 صفحات بيان كامل، فقرة واحدة. يعني مثلا بتقلك في أحد الفقرات أنه خدمة الفنان وتأمين له الرعاية المادية والمعنوية واستحقاقاته بالنسبة للتقاعد هي بثلاث سطور موجودة. هي ما أنا مطبقة حاليا، بس هي منهاج عمل. أنا ما عم تصد ما مطبقة أو مطبقة، هي منهاج عمل. أنا لما الفوت مجلس نقابي أنا برد بقول أنا ما بدي شخص الأمور ولا تنحصر النقابة الفنانين. يعني هلا هو على فكرة ما حدا عم يشخص الأمور، أنتوا اللي عم بتقولوا هذا الموضوع. أنا بحكي اليوم عندك أي مرشح، يعني عفوا اليوم أي مرشح لأي كان في العالم بيكون عنده برنامج برنامج عمل له خطه مخططه. فانا لهيك سالتك أنا هل في نقاط محدده ستعمل عليها؟ انا رح جاوبك. انا رئيس دائره تمثيليات بالهيئه العامه للاذاعه والتلفزيوني، بيتوافد على هي الدائره من 200-300 فنان بيشتغلوا بهي الدائره. تمام. انا بدي اقول لك من وجع الفنان، احد الفنانين بيجي بيقول لك انا بدي اعمل عمليه ولهلا مو قادران فوت على المشفى. أنا بالنسبة لي نحن مثلا بين بعضنا وهذا المجتمع وواجبنا مع بعضنا ممكن بين بعضنا نعمل، وصارت نعمل لمة للفنان ونعمل صحيح يدخل المشفى ويقدم. أحد الفنانين قبل وفاته لما اللي رحنا زرناه قبل وفاته بثلاث أيام الشباب اللي الفنانين اللي اجتمعوا لحتى
يقدموا له مبلغ معين، المبلغ اللي راح له هو اللي قام بكل نفقات العزاء لما اللي توفى. بقصد انه الفنان احيا هلا، بس هو اسف بس استاذ جهاد قبل شوي كان عم بيقول انه احد الامور يلي هو قد يستفيد منها ان شاء الله ما بيعتازها كفنان موضوع الطبابه، التأمين. يعني ليه ما عم بتصير استاذ التطوير قصة التأمين كارنيه تأمين صار ايه. امر طبيعي انك انت يحمل الفنان بجيبته ايه. كارنيه تأمين ويكون مثلا قيمته صفر طيب. لانه في شركات تأمين وسبونسرية كتير بتتوجه، لا سيما انه ما تواخذني مثلا اتحاد نقابات العمال 100,000 عامل صح، في انهم تأمين وطبابة وإلى ما هنالك، نقابة الفنانين 1,800 فنان فقط، مو معقول ان احنا ما نقدر نقدم طبابة مجانية 100% ل 1,800 فنان. انا عم انت عم تسألني على شيء ممكن نحن نسعى له كمجلس إدارة مثلا لاحقا او شيء. موضوع الكثير مثلا الحرب 10 سنوات حرب افرزت كثير من الناس اللي تركت ملايين الليرات بعقارات واستأجرت، طب مو معقول هلا الفنان كمان مثلا احدى الفنانات انا هلا معلش بين قوسين هلا احدى الفنانات هلا قالت لي مثلا ممكن انا بدي اجي يومين على الشام مثلا انه نام بالمكتب بتصير معلش هلا يعني لانه وضع المادي وكذا. انا بقصد الفنان 1,800 فنان بالشكل العام سواء للحكومه ولا هلا النقابه عم نحكي، مو معقوله الفنان ما يتامل له لانه هذا مطلب يعني لا. سكن طبابة لأنكم مضطرين. أنا مضطر أختم معك بنفس السؤال لو سمحت إياس، ثلاث نقاط أساسية حضرتك رح تكون حريص عليها فيما لو كنت نقيبا للفنانين. بالمرحلة الأولى تحسين حال الفنان على كافة الأصعدة، بالمرحلة الأولى إيجاد استثمارات حقيقية بتجيب ريع ودخل، يكون حامل هوية بطاقة عضوية نقابة الفنانين، صاحب فعلا يكون صاحب امتياز حقيقي انه انا فنان، انا وجه سوريا. اليوم رياضة عندك، ذكرت رياضة والفن هن سفراء سوريا. شو عندك شيء تاني؟ لا اذا بدك كمان رياضة اكتر لانه على صعيد عالمي يعني انت يعني، بس انت عندك هدول الشغلتين وجه سوريا. نحن الواقع اللي وصلنا له حقيقة واقع رديء جدا، نحن انهكنا العالم نازله. انا بدي ضم صوتي لصوت الاستاذ باسل، اقول شغله، انزلوا يا اخي، سواء انتم راضيين بالواقع الحالي انزلوا، سواء انتم حابين تغيروا. نحن ما عم ندعي انه كل اعضاء المجلس هن سيئين، وكل اللي ما بينزل على الانتخابات هو راضي بالواقع الحالي نقطتها. هو أنا لا 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 انا بختلف أنا معك أو انا انا بدي اقول لك شغله، انا ما لي ضد اعضاء النقابه، الياس في زملاء فنانين وعم بيقولوا له انه نحن جايين نشتغل وهي برامجنا. طبعا نحن طبعا ما بدنا نعمم، ما بدنا نعمم في كتير اعضاء حاليين، ما بدنا نعمم أكيد. ما بدنا نعمم، انا ما عم عمم ابدا، في السيء وفي المنيح بمجالس الفروع. هذا الحكي في بنسمع عن سرقات وبنسمع عن قصص، ناس بتخاف تحكي، ما بعرف لأنت بتضل عم تخاف تحكي، بتحكي بالقفا، بس بدك تحطها قدام وسيلة إعلامية أو بدك تحطها قدام المسؤول عنه سواء نقابيا أو من غير جهة، بخاف يحكي بيسكت. فكوا هذا الخوف، هي نقابتكم، نزلوا على الانتخابات، عبروا عن رأيكم. شو بيخافوا برأيك؟ انت جاوب من شو يعني؟ انا ما بدي احكي يا استاذ. نحن مضطرين نمشي طيب. اول شيء انا رح اخذ فاصل بدي اتشكركم، كنت بتمنى تضلوا معنا لوقت اطول. هلا بالسياره لبين ما نوصل. لحضراتكم الفنان ياس ابو غزالي والمخرج باسل يوسف، اتمنى لكم التوفيق. شكرا لانه لبيتوا دعوتنا اليوم، واستبقي بقيه الضيوف الكرام ومعي ايضا مداخلات هاتفيه، ولكن اسمحوا لنا نتوقف مع فاصل ونتابع باسل محرز. متابعة في المختار، اليوم نناقش ملف نقابة الفنانين، وبرحب مجددا بضيوفي الكرام في الاستوديو، الأستاذ جهاد زغبي، الأستاذ وسام كنعان، الأستاذ زهير قنوع، ورح تنضم إلينا أيضا مجموعة من المداخلات الهاتفية على التليفون بعد قليل. أسألك أستاذ جهاد، النقابة تقدم مجموعة من الخدمات يفترض للفنانين، ولكن نشعر بأنه بعض الفنانين علاقتهم في النقابة محصورة بشغلتين فقط، إما الحصول على بعيد ألف شهر يعني تعويض وفاة أو شيء تأمين صحي ودفع الاشتراكات، فيما عدا ذلك
ما في علاقات. وأنا من خلال يعني لقاءاتي المستمرة مع الفنانين دائما ما أسأل عن علاقتهم سواء مثلا بالمؤسسات الثقافية والفنية كمعهد عالي، كنقابة فنانين، كتلفزيون، كغير ذلك. معظم من استضفتهم يعني قالوا لي العلاقة مقطوعة تماما، يعني وما بعرف إمتى آخر مرة رحت على النقابة، وإذا رحت بروح بدفع اشتراكات وخلاص. هذا الفصل اللي صاير ما بين النقابة و لا أقصد الفصل يعني الانفصال بين النقابة وأعضائها، شو سببه؟ هلا أنا ما فيني أحدد شو سببه، لأنه كل واحد بيقول لك في سبب مختلف عن الثاني، بس هذا أنا برأيي مثل ما هلا كنا عم نحكي إنه الحق علينا، يعني شو ما صار هو الحق علينا كأعضاء. نحن مفروض أنا أنزل على الانتخاب وانتخب اللي بشوفه بيمثلني واقتنع فيه، وفي طريقة تانية. لذلك في جهل. ليش أقول في جهل؟ هل أنا فرع دمشق مثلا أو أي فرع من فروع النقابة عنده سنويا مؤتمر بيقدروا يعزلوا النقيب، مؤتمر عرفت شلون؟ بيجوا فيه كل أعضاء هذا الفرع، بدهم يسمعوا من رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع شو عملوا. طيب أوكي، أنت بعد سنة قادر تجي تحاسب اللي انتخبته. لماذا هجر الفنانون نقابتهم؟ لأنه بالأساس العلاقة بينهم وبين النقابة ما بيفهموا شو العلاقة الحقيقية، لأنه مين اللي بيساوي النقابة؟ مو بمجلس الإدارة اللي موجود، بالمؤتمر العام أنا بقدر أعزل كل أعضاء مجلس المركزي لما بكون عضو مؤتمر، عرفت شلون؟ بس لما أنا بنزل بمارس حقي الانتخابي، يعني هلأ مثلا من ميزات القانون الجديد أنه أنت إذا طلعت على مجلس الإدارة سواء بالفرع أو بالمركزي بحق لك دورتين شلون، وما عاد يحق لك الثالثة. هي أكثر من 10 سنين ممكن يقعد فيها. هاي 10 سنين. أي يعني هو مفروض كان يحق لك. كان ممكن طبعا قبل كان. صعب تصور في فنان يعني أو نقيب بيستمر أكثر من هذا الوقت يعني. لا بغض النظر أنا بحكي كقانون عرفت شلون، بس أنا لما بفهم شو أهداف النقابة وليش هاي النقابة مخلوقة. على المايك لو سمحت. الفكرة اللي عم يطرحها الأستاذ باسي كتير محقة ومضبوطة، إنه لماذا هجر الفنانون نقابتهم؟ هجر الفنانون نقابتهم لأن إدارة هذه النقابة لم تستطع أن تصنع حالة من التواصل مع هدول الفنانين. النقابة بدها مبادرة، بدها تشرح لهم، بدها تثقفهم، بدها تدعيهم لمؤتمرات، بدها تعمل معهم. هذا صح. ايه طيب وين المبادرات؟ هلأ شو في انتخابات؟ ما بعرف. لا أنا عم بحكي بشكل عام، هو سؤال يعني مو عن انتخابات. إيه يعني إنه ليش مثلا ليش ما بنسمع إنه في نشاط ما بين النقابة وفنانينا؟ ما هيك ليش ما هيك. أنا حسألك يعني ليه ما حدا من الفنانين ما كلهم جزء كبير ما بيروح النقابة؟ لأنه في استياء يعني من مستوى أدائهم، لأنه في استياء من مستوى الأداء. قبل ما أخذ الاتصال لو سمحت وسام، برأيك متى بدأت علامات هذا الانفصال إذا بدنا نقول على الصعيد المهني تظهر بأي مرحلة يعني؟ أنا من وجهة نظري أو إذا في سبب حضرتك تعرفه يعني. أنا من وجهة نظري إنه أنا يعني منذ يعني بدأت ربما التخصص بالعمل الصحافي الفنية والنقابة بوضع مزري، وتعاقبت يعني المجالس على النقابة، وكل مجلس كان أكثر يعني أداء مترديا مما سبقه. والسبب من وجهة نظري هو التعاطي مع هذا المكان على أنه مسؤولية، وليس التعاطي على هذا المكان على أنه منصب وليس مسؤولية. يفترض أن يتم التعاطي معه على أنه مسؤولية. أنت في عندك هم هون في هم إله علاقة بأنه أنت تمثل رفقاتك تقدر تدافع عنه. يعني أنت في أشياء غريبة عم تصير. أنت بتعرف أنه أنا عندي بعض يعني بعض الأشياء ملفات هي تستحق أن يقوم عليها تحقيقات صحفية استقصائية. أولا مثلا هناك بعض المرشحين للنقابة من الموظفين في النقابة يتعرضوا لتهديدات بالانسحاب لأنك أنت مترشح ضدنا. تهديد يعني بشو؟ تهديد أنه بالأذية على مستوى الوظيفة. يعني مع احترامي هذا الكلام، بتصورك يعني شو أذية؟ شو يعني شو اللي ممكن ينأذى؟ يعني أنت لما بتكون في عندك حدا يقدر يتحكم بمصيرك الوظيفي شغله، انت اكيد تحسب له حساب. يعني قضيه الاصوات الخلابيه بتعويضاتك شوي او المهمات الخلابيه احد الاشياء. هاي اذا انا في مين عم يعمل لي اصوات خلابيه ومهمات خلابيه ويطلع لي كذا الف زياده كل شهر بنتخبه مثلا. ثانيا الصفحه الرسميه على صفحه النقابه اللي انت عم تقول انه الموقع تم تحديثه اخر مره من مدري كم سنه، ونحن في عصر
عصر الإعلام الرقمي، عصر السوشيال ميديا. يعني اليوم أنت عندك صفحة على الفيسبوك أو حساب على تويتر، أنت عندك منبر إعلامي بحد ذاته مستقل، في انفصال كلي عن هذا العالم. الدنيا بمكان، والمؤسسات والنقابة تحديدا بمكان تاني، ما بتنشر الأسماء بناء على تعليمات النقيب لموظفة يعني مسؤولة العلاقات العامة بأنه الصفحة لا تنشر أسماء، وعندما نشرها نشر أسماء حقيقية الناس ما بتعرفها. يعني حدا اسمه عزيزة على الهوية وعاطي حاله اسم فني نشر الاسم الحقيقي، هذا أولا. ثانيا أنه بس بحسب القانون، حسب النظام الداخلي، بس بلوحة الإعلانات. بالإضافة لهيك أنت في عندك فرع بالنقابة اللي هو فرع المنطقة الشرقية، في 13 عضو فقط. تخيل، وهذا معمول فرع النقابة في المنطقة الشرقية في 13 عضو فقط، وهذا متروك. لحظة هو يجب مشان نفهم، بكل المنطقة الشرقية بكل المنطقة ما في 13 واحد فنان بس منتسبين لنقابة الفنانين. طيب هلا عدل لي انت، شو المشكلة؟ المشكلة انه هذا ما لازم يضل مستقل فرع بذاته، لازم يتم دمجه مع فرع اخر. بس هو هذا الفرع موجود، شو دخل المجلس الحالي بوجوده؟ ما بعرف موجود من قبل. انه وجود فرع على 13 عضو ما بيصير من حيث المبدا وتكاليف وربما ووظائف وربما يكون في مصاريف، يعني اصلا يكون ملحق بفرع اخر. فرع اخر على سبيل المثال، ليش متروك؟ ليش؟ للعملية الانتخابية، لحتى يكون بمعنى لحتى يكون مؤثر، حتى انه ينضمن أصواتهم بانتخابات المجلس المركزي، لأنه هو فرع مستقل، فبده يعطي الأسماء يعني الأسماء 13 الموجودين. هقلون واحد على فكرة بالمؤتمر، يعني بمؤتمر بس واحد. طيب واحد بيفرق يعني اسمحوا لنا قبل ما أخذ هيك على التليفون، أنا فاتح بهي اللحظة صفحة، يعني لعل يعني ما كنت متأكد من ما قلته، هذا موقع نقابة الفنانين الجمهورية العربية السورية، نقابة الفنانين، الصفحة الرئيسية معرض صور الأخبار، في الأخبار المميزة يعني في اشياء تعود ل 2000 يعني اخر على الصفحه الرئيسيه عيد الفنانين 2017 موجود. هذا على الصفحه الرئيسيه، اول صفحه يعني حفل عيد الفنانين 2017. طيب معي على الهواء ايضا الفنانه الممثله تولاي هارون، واللي هي احدى المرشحات ايضا. برحب فيكي مدام تولاي، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك، يسعد اوقاتك واوقات زملائي اللي موجودين معك بالاستديو وكل مين عم يسمعنا. اهلا وسهلا فيكي. ما بعرف اذا حضرتك كنتي يعني سمعتي قليل من الحديث، ولكن يعني عم نقول انه في بعض الفنانين بيروح على النقابه بس لدفع الاشتراكات او لاستلام تعويض او هيك. حضرتك اوصفي لي علاقتك بالنقابه كيف؟ مثل ما حكيته تماما، انا بس بشوفهم من السنه للسنه مره، لانه ما عاد يعني شوف انا بشعر انه بيتك الثاني هو النقابه او تلفزيونك. تماما. انا ما بحسه، يعني ما بحسه هذا الحكي موجود. يعني انا تحديدا بدي احكي، بدي اذا انا بدي اروح اشوف ان اي حدا معتبر نقيبنا، انا كثير لازم استاذن ولازم اخذ موعد، اذا كان رضيان علي بيشوفني، واذا مو رضيان علي ما بيشوفني. كيف يعني رضيان عليكي ومو رضيان عليكي؟ يعني بدك تساله. والله مو بس مشكلتي هي، مشكلتي كتار بالوسط الفني مع الاسف الشديد. انا ما عم بحكي عليه ولا بدي اقول انه هو يعني، بس له هذه الطريقه لحتى يكون انه هذا الكرسي هو منصب، هذا الكرسي هو خادم لزملائك، هو لحتى تريحهم. انت بمكان وجدت فيه وانتخبت مشان تخدمهم، مشان تساعدهم، مشان تكون منبر لهم، مو لحتى تذلهم. وحكيت وشي عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ الناس اذا مرضت، نعم، تعويضات او صناديق الضمان الصحي وغير ذلك. الله يرحم ايامك يا استاذ البير مخول. نعم. انا بذكر انه انا بايام زوجي تعب دخل على المشفى، واعتبر انا النقابيه وليس زوجي. طبعا ما صرفنا شيء من النقابه لانه لا يحق له وما بيحق له، لكن لمجرد يجي البير وانا والله انه ما كانت بتربطني فيك علاقه يا استاذ البير، هو ما هو موجود بالبلد بس لكن ملائكته موجوده، اجى حضر وجاب معه مجموعه وقالوا لي الحمد لله على السلامة وأماني، إذا بتحتاجي أي شيء نحن بالخدامة، مو ماديا هي كلمة. أنا وينهم؟ أنا بشوف زملائي مشروحين بالمشفى،
ما بيبعت حدا ليطمن عليه هون، وإذا هو ما كان موجود الأستاذ زهير بالقلب النقابي ولازم يدخل على المشفى، وإذا كان برات المحافظة لازم ينتظروا ليجي، لأنه هو ما عاطي أي صلاحية حتى لنائبه إنه يمضي، إنه أمضوا وسهلوا الأمور لزملائنا المريضين على الأقل. هل في تجربة اختبرتيها عن قرب سيدة تولاي مع أحد الزملاء أو الزميلات؟ نعم، الله يرحم ترابك يا أستاذ الطيب أكرم تلاوي. الأستاذ أكرم تلاوي نحن بالعزة، أنا بدرى بالعزة أنه ما معه يدفع شيء لمشفى الأسد الجامعي، أنه قعدنا صرنا نلم من بعضنا بالعزة. يعني أنا وقت اللي سمعت لمينا من بعضنا يعني عم يقولوا الضيوف الكرام انه هو يعني 35 عام في الفن ومن المؤسسين وعم يعني تماما انا بهيك حدا انا بدخل الوسط وبلاقيه موجود، وكانت الكلمه الطيبه تطلع معه منه لكل حدا حواليه لانه كان انسان طيب، عاش فقير ومات فقير. قلت لهم بدنا نعمل لمة، يعني أنا طب عفوا سيدة تولاي، هو النقابة ما بتق يعني ما بيطلع له منا بيطلع له مرته أجنبية، تمام؟ مرته أجنبية، ابنه برات البلد، تمام؟ بيطلع له تعويض لحتى يقدروا يدفعوا للمشفى. أستاذ زهير ما سهل هذا الأمر، اضطر لكلنا نحن الزملاء نلم من بعضنا، كل واحد في استطاعته شو أنه يلم ويدفع. حتى مدام ديانا جبور مشكورة وقت وصلت لها المعلومة عملت اجتماع وكمان ساهموا بدفعة كبيرة. الفكرة انه ما علي انا في شيء بينمرق يا جماعة، انه تبقى هويته موجودة 15-20 يوم بمشفى الأسد الجامعي وما قادرين يموتوه بالنفوس لانه عليه مصاري للمشفى. لك في تسهيلات، لك هاي مو إهانة للوسط الفني كله؟ أنا يعني بعطيك مثال كتير صغير يعني صراحة مثال يعني مثال ما اللي عم تقوليه صادم بصراحة يعني لا اسأل مؤلم مين نزل اسم قوائم الانتخابات باسمها اللي بالهوية ما حدا بيعرفه، اسألها على هاي الحادثة اسألها على هاي الحادثة. مين دفع للأستاذ أكرم تلاوي العزة؟ الله يطول بعمره الأستاذ وائل رمضان، هو اللي إجا وهو اللي عمل له العزة من ماله الخاص، عرفت يعني؟ وين النقابة؟ طب سيدة نحن ويتوفر على الزملاء. سيدة تولاي كان عندك مشكلة انه ما ذكر اسمك بشكله الفني؟ طبعا انا اسمي بالنفوذ سناء هارون. نعم. تمام؟ يعني كل الناس ما بتعرف اسمي سناء، اللي بيعرفوه فقط اسم تولاي. نعم. تمام؟ نعم. انا وقت بينزل اسمي بالانتخابات يعني انه سناء، مين سناء؟ هلا انت وقت تدخل على هالغرفه الصغيره لحتى تسجل اسمك وتسجل يعني ينتخبوك وينتخبوا يعني حضرتك بتقولي انه ما رح يعرفوا من اي سناء فما حدا رح ينتخبك. لا انا عصمت رشيد لكان عصمت العلي، انا تفاجأت انه اسمه عصمت العلي. طيب هي مو معنى يعني اقل شيء يكتبوا عصمت رشيد عصمت علي الشهير الملقب يعني الشهير بعصمت رشيد. معقولة واحد مثل عصمت رشيد مطرب كبير؟ هل هي سيدة تولاي أول بين قوسين فلان هي أول مرة بتصير إنه الأسماء الفنية ما بتنشار يعني، ولا هي دائما هيك؟ هلا أنا ما قدمت قبل هالمرة عن الانتخابات، هي هو قانون بس أنت مثل ما تفضل، طالما هذا معروف باسم فني أنا مختار لحالي اسم فني، بحط بين قوسين فلان ولو هو كان رافض، وممنوع تنشروها خارج نطاق اللوحة الإعلانية اللي بالنقابة، على أساس زملائنا كلهم عم بيروحوا على النقابة ويشوفوا مين مرشح. الحمد لله عندنا فيسبوك. يعني بتقصدي منع النشر كان هدفه إنه ما ينعمل دعاية لإلكن؟ طبعا للكل. نعم. إذا ما كان استثناء يعني شوف أي حدا مرشح حاله الله يوفقه مين من كان يكون، يا رب الكل اللي بدهم يجوا ينجحوا يكونوا متكاتفين. نعم. يكونوا مع بعضهم يشوفوا الوجع اللي نحن هلا عم نعيشه لحتى نداريه ونتداركه بتكاتف الأيدي مع بعضها. نعم. مو قول له
يعني احنا مو نجي لنحارب بعض، نجي لحتى نعمل شيء استثنائي. انا بذكر باختصار لو سمحتي سيده تولاي تفضلي. اول ما بتبلش بالفن كنت تتعلم من اللي كانوا موجودين اللي اسسوا النقابه. هلا لا، هلا مين عنده واسطه اكبر لاجي كسر راسك بس. اوف، ان شاء الله تكون وصلت الرساله. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك الفنانه تولاي هارون. شكرا لحضرتك. بدي تعقيب منك على الكلام اللي سمعناه وسام لو سمحت. أنا الحقيقة غصيت على أكرم كثير لأنه إيه طبعا حالة فظيعة. يعني شيء الحقيقة مو منطقي. يعني الحقيقة أنه لازم ينعمل شيء، لازم يكون في قضايا. نحن ما بدنا نجي نمسك كمان هلأ النقابة الحالية والنقيب الحالي والمجلس إدارة. أخي عملوا إنجازات الله يعطيهم العافية، ما قصر السيد النقيب، عمل شوية إنجازات، المجلس عمل شوية إنجازات، بس ولكن طب خلص بكفي. بدنا هاي النقابة تصير نقابة حقيقية. خلينا ناخد فاصل ونرجع نتابع في هاي الحلقة. باسل محرز اليوم الحلقة استثنائية لهيك يعني مددنا. أيضا بدي أرجع لعند حضرتك وسام كنعان، وطبعا كل الاحترام لمشاعرك ودموعك يلي يعني كانت حاضرة لما كانت السيدة تولاي عم تحكي عن الفنان أكرم تلا والفنان راحل. طبعا أنا بعتذر منك من المستمعين، الحقيقة ما قدرت معك نفسي. أنا بدي أكرم الحقيقة وجعني لأنه هو صديق برغم الفرق بالعمر، بس الفنان الحقيقي دائما عنده براعة قريب من كل وحالة حضور أعمال. إنساني حقيقية بيقدر يتفاعل مع كل الأجيال. أنا كان صديقي أكرم وكان يحمل بداخله كم هائل من الوجع، يعني متعب. فكتير بيقهر إنه تكون موجوع بحياتك وتكون محروم وموجوع حتى بموتك. الحل بهذه الطريقة بتشييعك بعزائك. يعني تخيل انه ال- 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 البيت في ال- في ال- في الحياه هو الوطن، والقبر في ال- في ال- في الاخره هو الوطن. تخيل ما تكون ما بتملك لا وطن بالحياه ولا وطن في الاخره. يعني تخيل انه ما عندك ترف انك تملك قبر مثلا او عزاء او تشيع مناسب. تخيل انه بضعه اشخاص مثلا هلا الاشياء بتتداعى على حالها. وبدي اقول سلام لروحك يا اكرم، ويعني وهيك وحضورك يرفع عاليا دائما، وفعلا عار حقيقي على كل من يستطيع ان يكون ان يضع هذا الرجل وكل فنان حقيقي في مكان يستحقه ويحيطه بالظروف الملائمه وبيتقاعس للحظه. انت حكيت قبل شوي مع استاذ جهاد، قلت له شو طلبت من النقابه؟ اصلا ما لازم يطلب، ما لازم فنان يطلب من حدا، ولا لازم توصله لمكان. كان عم يحكي تحت الهواء او ما بعرف على الهواء عن اديب قدوره القامي، نجم ستينيات نجم السينما في ستينيات القرن الماضي وسبعينيات القرن الماضي، كيف ماسك عكاسه وقاعد عم ينتظر المبلغ المهين اللي بده يتقاضاه. تخيل انه ايقونه من ايقونات التلفزيون اللي وصلت للعالم العربي والعالم قبل الفضائيات وقبل السوشيال ميديا، اللي هي الراحله نجاح حفيظ، عدد يعني هيك على اصابع اليد الواحده اللي مشاركين في تشييعه بسبب تقاعس النقابه. لانه اليوم انا في زميلنا مدير مهندس صوت احمد السيسي قريت وفاه ابوه، خبر وفاه ابوه على صفحه زهير. ماشي، طيب على الاقل الزلمه عمل واجبه انه شارك. طيب انت هيئه يفترض انت تخبر الناس، انت تقودهم، انت تشكل وفد وتعملوا عزاء لائق لنجمة كبيرة لاسم بلبنان ما بيعرفوا. لبنان اللي هي أقرب بلد لنا، ما بيعرفوا سوريا أو الفن في سوريا إلا من خلال الأعمال الخالدة اللي عملوها دريد ونهاد، واللي كانت نجاح حفيظ يعني زراعة حقيقية فيها. ف يعني مؤسف جدا إنه ناس تكون بهاي الحساسية وهذا الكم العالي من الموهبة والرهافة تنهان بهي الطريقة. كان عم يحكي أيضا زهير خلال الفاصل، وهي بدي إياك حضرتك أيضا تعقب عليها أستاذ جهاد. كان عم يحكي أنه في دور قد يكون يعني مهم في أنه مثلا من زمان كان في بيوت للفنانين في جمعية سكنية، جمعية سكنية هاي ما عادت موجودة. وذكرتوا أنه في أسماء كثير من الفنانين يعني بيوتهم كانت عن طريق جمعيات وما زالت طبعا عن طريق جمعيات الفنانين على تسراد المزي. هذا بناء كامل قاموا فيه الجمعية السكنية تبع نقابة الفنانين
شلون؟ وهذا مشروع بيقوموا فيه يعني الله يرحمه سليم كلاس قبل ما يتوفى كان عامل مشروع لجمعية سكنية وصار إشكالات حوله بصحناية حول الأرض وكذا وراح. أنا حابب أقول شغلة صغيرة يا أستاذ باسل. لا شك لا شك أنه النقيب الحالي أستاذ زهير ومجلس النقابة وكل المجالس والنقباء اللي تعاقبوا على نقابة الفنانين لا شك أنه قدموا بعض الإنجازات مشان نحن كمان ما نجي نقول انه والله ما حدا قدم شيء لهيك نحن كنا بنتمنى حدا من لو حدا رد لا يعني لا يسمع هن اكيد قدموا انجازات واكيد مشان نحن ما نفوت بالنوايا على الاقل قدموا شيء يحترموا عليه ماشي ولكن هل هذا الشيء هو بالحد الادنى المطلوب من النقيب لا طبعا قديش فكره المبادرات صار لغائبة نعم بس بيجي حدا بيقول لك طب النقابه هي تتقاضى هي الأموال من الاشتراكات وغيرها هي مقدرتها على المساعدة هي مانا يعني أي. النقابة ليست حكومي ليست وزارة هي مانا حكومة بس هي من مهمته كمان مبادرات فنانين المبادرات صديقي مثلا على سبيل المثال شو اللي بيمنع نقابة الفنانين على سبيل المثال انه هي تعمل ملتقى لتحفيز العمل بالإنتاج الفني سؤال بسيط شو اللي بيمنع نقابة الفنانين انه تطلب انه يكون بعض ضرائب رجال أعمال تخصص لنهضة الإنتاج المسرحي مثل ما موجود بكذا بلد عربي وعالمي شو اللي بيمنع نقابة الفنانين أنه تعيد إحياء المهرجانات الموسيقية إذا بحكي لك عن واقع الموسيقيين بسوريا نحن عم نحكي عن الدراما لأنه نحن الموجودين دراميين بس الموسيقيين واقعهم أسوأ لسه ليش نحن ما عندنا مهرجان موسيقى سورية كل سنة بعز الحرب ليش شو المانع ما في مانع نعم لانه هو اصلا من مهام النقابه ايضا مبادرات بالبنيه التاسيسيه لمفهوم النقابه ان تساهم برفع السويه الانتاجيه يعني مش بس بدها تدافع عن الفنان بدها تساهم برفع السويه الانتاجيه قيمك على انه هي ما بتتدخل باي ملمه او مشكله بتحصل مع الفنانين يعني في ملمات كبرى الاسماء واخر مشكله العالم على يعني استخدمت معابرها الشخصيه لتشكل حاله راي عام والى ما هنالك اليوم انت اذا في عندك متهم بريء حتى تثبت إدانته حتى إذا بده يكون موقف بالسجن يفترض على الأقل النقابة توكله محامي لك ما عم تسأل فيه يا زلمة عم تغمق له إذا بدك هلأ المشكلة اللي صارت معي على الهواء الممثل شباب بس ذكروني بمين معنا لأنه في عندي كذا اسم أوكي الفنان بسام دكاك لأنه عندي مجموعة من الأسماء رح نتواصل معهم الفنان بسام دكاك وعم يخبرونا الشباب أنه عنده شيء أيضا حابب يقوله أستاذ بسام أهلا وسهلا فيك الله يحييك ويسعد مساك ويسعد مسا الموجودين اللي حواليك أهلا وسهلا فيك تفضل أستاذ بسام نحب نسمع من حضرتك أنا أول شيء بدي أشكر كل الموجودين عندك نعم. فردا فردا نعم وبدي أشكر بغيابه وبريحته الطيبة الموجود معكم محمد قنوع نعم ولكل فنان مد لي ايد العون بالشي اللي صار معي انا نعم. انا بسام دكاك انظلمت ظلم ببلدي بدال ما اكرم ظلمت نعم. وكان سبب الظلم هو خروجي عن بعض التعليمات اللي لازم تتنفذ اني تكرمت بدولة شقيقة ورجعت والان بلشت الاقاويل انه عامل تزوير ولانه مزور نهينا له تفريغه وطردوني من الحزب وبناء على كتاب القياده وانمنعت من الشغل يا سيدي كان عم يحكي زميل الي او اخ او صديق عن معاناه الموسيقيين هناك ناس فرص خلبيه تتقاضى شهريا بدون ما توقف على مسرح وهن اعضاء مجلس نقابة الفنانين بقيادة رئيس مكتب الجاهزية ورئيس أمين سر مكتب الدراما ممنوع يفوت شخص لعند السيد النقيب قبل ما يفوت لعند رئيس مكتبه ويشوف شو وجعه أنا انحرمت من تكميل التصوير مسلسل الحارس مع الأستاذ الكبير باسل الخطيب بتوجيه قال من القيادة وأنا أتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حميدة من نقيب الفنانين أسعد فضة والأستاذ زهير رمضان وبشهادة كل الفنانين أستاذ فهد السبيح أستاذ باسل يوسف أستاذ جياد زغبي كلهم لهم فضل على رقبتي وعلى فكرة أنا ما في خلاف بيني وبين أيمن زيدان أنا هلأ كنت عند الأستاذ الكبير أيمن زيدان وقدم لي إيد العون هو والأستاذ بسام كوسا بهالأزمة وقف معي الوحيد الأستاذ محمد قنوع يلي عم بيشتغل بالدوبلاج وشركة كوندل لايت يلي ما منعتني عن الشغل بمسلسل سجار أنا بدي أعمل معك لقاء شخصي أنت لأنه أنا عندي أوراق قاعة ريف دمشق أنا سويتها سنتين عم بتعب فيها سنتين
أرض الزبلطاني أنا طوبتها لكل الفنانين، صار اسمي معقب عن معاملات بدل ما أكون سر أمين سر علاقات عامة. نعم. أنا موجوع، أنا لولا زملائي وأمل عرفي وبسام كوسة وفادي صبيح ومحمد قنوع ما وقفوا جنبي وساعدوني ووقفوا جنبي كأخوات، أنا والله أعلم شو كان مصيري. الأستاذ باسل يوسف إجا تليفون من وزير الإعلام وهو موجود عندك حاليا، وقال له بتشغله، قال له ما له نقابي، قال له هي الدائرة لوزارة الإعلام وليس لنقابة الفنانين، أنا وزير إعلام عمل لك شغله ولتاريخ اليوم ما اشتغلت. يعني بتصور وجع حضرتك أستاذ بسام قد يشاركك في عدد كبير من الفنانين اليوم. تعتقد وسام، وأنا بدي يعني بدي بصراحتك المعهودة وبإنصافك، تعتقد أن المشكلة بالوضع العام بالقوانين الداخلية للنقابة، بتعاطي الفنانين مع النقابة، بشو بالضبط؟ يعني إذا أردنا أن نوصف، تحدثنا عن الأعراض، إذا أردنا أن نوصف المشكلة، أين المشكلة؟ هلا أنا من وجهة نظري أول شيء خلينا نوضح إنه فرع المنطقة الشرقية بحق له حسب ما أجرى طبعا ستة أشخاص وهن 13 عددهم، هن عددهم 13 بحق لهم ينتخبوا عنهم ستة صح؟ هذا ممثلين هم يعني طبعا هذا معمول ومتروك لحتى ثقل بعملية الانتخابية ماشي؟ هذا مهم. اولا اول مشكله ايمك عن المجلس الحالي والسياسه التي يتبعها والسلوك الذي يستخدمه ومنطق الاقصاء والقمع و يعني بناء خصومه مع 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 اهم نجوم سوريا، يعني زلمه جورج وسوف يفصل من النقابه، يعني هذا جورج وسوف ايقونه حقيقيه، هذا مثل ما كنت عم تحكي حضرتك قبل الهواء انه في 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 عضويات شرف تمنح لأسماء مهمة بتكون. طيب أنت جورج وسوف يعني سفير سوريا في جامعات اسمع على مستوى العالم، دكتوراه فخرية، بتقدم دكتوراه فخرية لشخص ما يكون في نوع من امتنانا لعطائه وتاريخه وإلى ما هنالك. طيب أنت مثلا إذا عندك أنت تخيل البرتغال تجي والله تمنع كريستيانو رونالدو يدخل على البرتغال مثلا، يا حبيبي ليش؟ نحن بنعرف البرتغال قبل رونالدو مثل ما بنعرفها بعد رونالدو، أو بنعرف الأرجنتين على ايام مارادونا اكيد، بس ميسي كمان عرفت. فانت اليوم عندك حدا على مستوى الشعبيه والجماهيريه، يعني بالنسبه لنا كثير اسماء، جورج وسوف بالدرجه الاولى، صحيح، باسل خياط، تيم حسن، هي كلها اسماء فصلت. يا حبيبي انت شو بعدين، انت بناء على شو عم تعمل تقييمات سياسيه؟ الموضوع الخيانه وعدم الخيانه هذا بده محاكمه. لا بعدين الدوله صالحت المسلحين، لا مو شغلة النقابة هي، بالإضافة لأنه الدولة فتحت ذراعها لمن شال السلاح في وجهها، لأنه هي الوعاء الكبرى، لأنه هيك بتصير سياسة الحكومات التي تريد أن تبني دولة. هي بالدرجة الأولى، لكن الأهم هو بنية النقابة كنقابة. ما بيصير تكون يلا شيلة بيلة نقابة فنانين لكل شيء لكل المهن، في عندك يفترض أن تكون تمام فصل نقابة المهن الموسيقية، نقابة المهن الموسيقية. يعني ما بصير على مؤاخذة أنت اليوم أستاذ زهير أو أستاذ جهاد في عندكم زملاء بالنقابة هن مغنين ملاهي، صح؟ يعني ما بصير، عرفت؟ طيب كيف هيك ضابطة معك؟ بالإضافة لأنه النظام الداخلي أو القانون الذي يحكم عمل النقابة يجب أن يتم تغييره بالمطلق، يجب أن يكون هناك تعاطي تطويره يجب أن باستمرار يكون يجب أن يكون هناك تعاطي مختلف بما يخص موضوع المرض، بما يخص القوانين الناظمة لهذا الموضوع، وما يخص الوفاة، وما يخص الرواتب التقاعدية. الفنان عندما يصل إلى يبلغ من العمر عاتية يفترض أنه يكرم. نحن بس ببلادنا بيوصل الواحد للعمر بعد تاريخ طويل، أديب قدورة بيحمل عصاب بيوقف، عيب عيب على نقابة تحترم نفسها يفترض النقيب براسه يروح عند أديب قدورة يقدم له راتبه طبعاً. إذا وهو بيكبر بعيوننا ساعتها وكلياتنا بنعمل له شابوبا وكلياتنا بنحتفي فيه إعلامياً. أنا كنت أتمنى أن يتم أن تتم المواجهة، وإن كان هناك من يستطيع أن يواجهني أنا أدعو كل المجلس الحالي ومن عليه والسيد النقيب لمناظرة إعلامية، وهذا اللي طلبناه، ولكن هاي الأشياء لهيك عفوا بس اسمح لي بس بشغل، لهيك أنا أحترم جدا الخطوة التي قام بها محمد قنوع، حتى ولو كنت أختلف معها أنا بجوز هلا أطلع أتخانق أنا وياه على كذا نقطة، مو مشكلة يا أخي، هيك لازم الأشياء تصير، بنشتبك على الهواء، بنحكي، بنختلف،
انا وزهير متنادفين ياما على الفيسبوك وبالاعلام صح. بس انا لا بكره هو صديقي يعني في بيني وبينه خبز في هم مشترك وان كان كل شخص بيعبر عنه بطريقه فبالتالي ايضا في حاله الاجماع اللي عم تصير على فادي صبيح حاله مذهله على صفحات السوشيال ميديا بس معقول ممثله ما بتعرف اذا بتقول بدي انتخب فادي بتقوم هي بفرع دمشق وهو بفرع الريف هي تقصير مين هي مهمتك يعني مثلا حمل الاعلام بلحظه من لحظات زهير مسؤوليه بس مو الاعلام بالدرجه الاولى بيحمل مسؤوليه انه واحد من اعضائه النقابه واحد من اعضائه ما بيعرف ما بتعرف مين بدها تنتخب لانه مو شايفته لما بدنا النقابه غير وقت اللي بتروح تدفع رسوم بس هو مؤخرا باسل محرز مع حفظ القابه وسام كنعان الوحيدين اللي حكوا عن انتخابات نقابه بكل سوريا مع انه هي مهمه يعني هي شغله مفروض تكون عامه بتصور لانه يعني لا والله انا بتمنى كان ما يصير هي ينحكى عنا تكون في نقابه صح وما ينحكى عنا يا ريت يعني يا ريت بس انا بدي اسالك عن الفكره اللي ذكرها وسام استاذ جهاد ان يكون في فصل للاختصاصات الفنيه ان يكون هناك نقابة مهن تمثيلية نقابة موسيقيين مثلا شو رأي حضرتك؟ هلا هذا موجود يعني مثلا بمصر موجود بكثير من بأغلب دول العالم النقابات موجود أرجوكم في فصل وتتبع اتحاد يعني اوكي الهون يعني هلا نحن على اتحاد يعني الفنانين بيكون سبق مثلا سبق وتناقشنا بهذا الموضوع يمكن اعتقد وما عندي معلومات بده قانوني هو يجاوبك عني انه بده انا عندي معلومه بس انا عم بسال انا عم بسالك عنه كفكره يعني هو ان يكون فعلا هذا الفصل شو رايك لو هلا ببنود القانون عم بسالك عن رايك الشخصي رأيي الشخصي بالعكس الفصل احيانا مهم بس نحن عندنا مشكله انه مثل بيعرفوا الشباب انه لولا الموسيقيين كانت النقابه بتفلس لا النقابه بتفلس لانه ما في مبادرات هذا الكلام غير صحيح هلا لو النقابه بتعمل مبادرات بتطلع مصاري اكثر من الموسيقيين بالدراما ب100 مره بعطيك الجواب بيقولوا هم بيقولوا هيك بيقولوا اللي بدهم اياه الفصل بالمبدا بالتاكيد هو صح وصحي لانه إذا ما بنقدر نعمل فصل فرضاً لأنه بده قانون أو بده تعديل معين ما لنا قادرين عليه يا سيدي ماشي ضل النقابة مثل ما هي ولكن خلي مكتب النقابة ومكتب الموسيقى لهم استقلالية إدارية يعني حالة مكتب للدراما بالضبط هو اللي بيعمل خططه وبيشتغل ومكتب الموسيقى ما بصير يتعاملوا بنفس الطريقة يعني هي مشتركة بالصناديق وبالمشاريع كلهم مشتركين مع بعض خلي هي عمليا هي لازم تكون مفصولة لازم يكون في نقابة مهن تمثيلية بيسموها ونقابة موسيقيين لازم بس إذا استحال بين قوسين هذا الأمر لأسباب إدارية ربما ما بنعرفها يا سيدي ماشي يضلوا بالنقابة بس يكون فعلا عندهم كل حدا شغل لحاله أنا بدي أسألك موجودين المكتوبين أنا بدي أسألك إمتى آخر مرة زرت النقابة وشو كان سبب الزيارة والله نسيت نسيت وما ما ما عندي أي مبرر خليني زور النقابة تقريبا والله نسيت يمكن سنين سنوات يعني أنا هذا الكلام أيضا أكرره دائما على ضيوفي الكرام أنه أنتوا بتنتقدوا النقابة وبتنتقدوا عملها وبتحكوا عن تقصير وأنتوا آخر مرة رحينا من سنوات طيب ليش ما بتروحوا بتحاولوا تغيروا ليش ما بتروحوا يا أستاذ بدنا نروح بتجتمعوا إذا محمد الشماط أبو رياح بتاريخه العظيم وقف برا وما شافوا النقيب أنا بدي أروح على النقابة بدل حالي إذا الأستاذ محمد الشماط هيك صار فيه إذا أديب قدورة بجلالة قدره واقف على العكازة عم يستنى دوره نقابة مين اللي بدي يروح عليها بس إذا كلكم رحتوا وشمعتوا ما هذا اللي عم نحاول هلأ نعمله حقيقة نحن هي أول سنة هي أول سنة بيصير في حديث بموضوع الانتخابات النقابة بشكل كبير صح ولا لا هي أول سنة فنحن هذا اللي عم نحاول نعمله أنا شخصيا بأي فترة بتعتقد كانت الفترة الأفضل نقابية فترة الأستاذ أسعد فضل والأستاذ صباح فخري والأستاذ دريد لحام كلهم فيهم إنجازات والأستاذ سهيل كنعان حضرتك أستاذ جهاد بأي فترة تعتقد أنه كانت الفترة النقابة كانت مزدهرة أو مشان ما نقول كانت مزدهرة بطلت كانت أفضل على الأقل راضين عنا الفنانين هلا في أغلب الفترات كانت فترات كويسة يعني بأي مرحلة كانت الفترة يعني حتى الأستاذ أمين خياط سلم فترة سلم فترة عرفت شلون نقيب فنانين وبتذكر كانت مرحلة مبسوطة الناس فيها يعني صح كانت مرحلة جيدة بدي أختم عند حضرتك وسام لو سمحت اليوم الإعلام يتداول أسماء المرشحين لأنه معظمهم يعني هن الناس بتعرفهم يعني هن من الوجوه المعروفة من الوجوه اللي تعمل في التلفزيون في الدراما هل هذا هو السبب الوحيد برأيك لانتشار الحديث حول الانتخابات أم أسباب تانية أولا هو الفنان عموما واجهت
يعني مراية البلد وواجهتها الحضارية اللي نتباهى فيها. يعني نحن دائما يعني أي نشاط اجتماعي أو أي مبادرة خيرية أو أي حضور مجرب يكون معنا أسماء مهمة من النجوم لأنه منشوف حالنا فيهم لأنه منحس أنه هن واجهتنا اللي ممكن فعلا نرفع راسنا فيهم. هذا السبب الأول. السبب الثاني صديقي اليوم تعرف عصب الحياة هو السوشيال ميديا وحضورنا على السوشيال ميديا والإعلام بشكل أساسي عمل هاي الحالة حالة الانتشار. بالإضافة لأنه الموضوع على فكرة يعني هو معني في نسبة وشريحة كبيرة من الشعب السوري لأنه أنت أولا الفنان في مجموعة عائلات مرتبطة فيه. يعني كل فنان بسوريا في معيل لمجموعة كبيرة من العائلات يعني. وانت بتعرف باسل هذا الحكي جيش جرار كل فنان مسؤول. فبالتالي حتى لا وطلقوا دائما الحديث عن الدراما وتطور الدراما يعني تماما كله مربوط على وبالإضافة انه هي الصناعة السورية الوحيدة او كناية عن صناعة ما قدرت توصل لمكان بس هي يعني المنتج اخترق الحدود عملت حضور عربي صحيح. واهتمت انا اتصلوا فيني من جامعات مهمه اسماء مهمه عملوا ما اخذوا وجهه نظري واراء عن رسالات دكتوراه بجامعات عالميه مهمه عن الدراما السوريه انه كيف هاي البلد بالعالم الثالث وقدرت تعمل فن مهم. هل قدمت هاي النقابه مشاريع لانقاذ النقابه او لانقاذ الدراما السوريه وتم رفضها من القياده؟ ما قدموا اي مشروع لانقاذ الدراما ولا تطويره. سابقا قدم شكاوى لرئيس الجمهورية وطلعنا قابلنا سيادة الرئيس وتقدم شكاوى لأكثر من جهة أنه ساعدونا. هل تقدمت هذه النقابة بمشاريع حقيقية لدعم الدراما السورية التي تتعرض إلى يعني أهوال بسبب الحرب وبسبب هل قدمت مشروع حقيقي لإنقاذ هذه الصناعة؟ ما قدمت شيء. أنا بدي أشكركم على حضوركم. بدي أختم بسؤال وجاوبوا عليه بكلمة. التوقعات فقط استاذ جهاد، تتوقع تجديد ام تمديد؟ لا ما في تمديد، هلا في انتخاب. يعني رح يضلوا نفسهم قصدك؟ انا اتوقع تجديد طبعا. حضرتك يا وسام مش بس بتوقع بتمنى يعني اطمح امل بكل قوتي بكل ما املك. نعم استاذ زهير انا اتوقع واطمح وامل واذا ما صار تجديد رح سلم نقابتي واترك النقابه. هي عم اقول لك جد. أنا بشكر حضراتكم وبحب بارك لفراس معلا كتير مبسوط أنا. شكرا كلنا مبسوطين والله. بحب أتشكر حضراتكم الأستاذ فنان جهاد الزغبي شكرا لحضرتك، الزميل الصحفي وسام كنعان شكرا لحضرتك، المخرج فنان زهير قنوع شكرا لحضرتك أيضا، شكرا لإياس أبو غزالي وباسل يوسف محافظ الألقاب اللي كانوا أيضا غادرونا قبل قليل، شكرا لضيوف اللي انضموا لنا على التليفون. باسل محرز.